انظر كيف جاءت الآية تستحث القلوب، ولو أمرنا الله ابتداء بالصلاة والسلام عليه لكان أمرا عظيما، فكيف وجاء بين مقدمة هذا الأمر إخباره سبحانه أنه قد صلى عليه، وأنه سخر ملائكة السماء عليهم السلام للصلاة عليه؟ أما فهمت قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي قبل أن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ تدري ما دلالة هذا؟ دلالاته عدة، أعظمها أنه يغريك بأن تقبل بالصلاة عليه لما أخبرك أنه سبحانه صلى عليه، يغريك والله أن تقدم على فعل أخبرك سبحانه أنه تولاه لعبده عليه الصلاة والسلام، يغريك أن توافق ملائكة السماء في أمر عظيم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول لك صل عليه قال لك يا عبدي أنا صليت عليه وملائكتي صلت عليه. بالله أي وقع لهذا المعنى في قلبك؟ أتبخل؟ أتستقل؟ أتزهد؟ أتمضي عليك الأيام والسنوات وأيام الجمع ولياليها وحظك قليل من صلاتك على حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم؟ ويدلك أيضا في الآية على معنى بديع أنه صلى الله عليه وسلم في غنى والله عن صلاتي وصلاتك عليه، لأن الله قد صلى عليه وأن الملائكة قد صلت عليه، إي والله أغناه ربه وقد صلى عليه سبحانه. فالشرف والفخر لي ولك إن أقبلنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.